أقول ابتداء رحم الله صفي الدين الحلي. صفي الدين الحلي يقول: وأغزر الناس عقلا من إذا نظرت عيناه أمرا غدا بالغير معتبرا. يعني اللي يشوف واحد قدامه يخطأ هو ما يخطأ يتعظ من عنده. اليوم هذه مرحلة طبعا متقدمة، اليوم احنا نريد ممن أخطأ من الكتل السياسية في التعاطي السياسي أن لا يكرر الخطأ. للأسف الشديد وكأننا يعني سنقع به قريبا في اشتراط بعض الكتل السياسية على أنها يعني تريد وزارة دون غيرها، وفي اشتراط البعض أيضا من تقديم مرشح واحد لهذه الوزارة وكأنه هو يعني العلامة الفذ الأوحد الذي سينقذ العراق برؤيته من هذه الوزارة. ما اقترح عليهم السيد السوداني يعني لترتيب أوراق الوزارة أن يقدموا مجموعة مرشحين، كل كتلة سياسية وفق استحقاقها الانتخابي أن تتقدم بمجموعة من المرشحين، وبالتالي هو عليه الاختيار للأفضل. وإن كان الأفضل اللي كنا نطمح إلى أن تطلق يد السوداني بالاختيار، ولكن على أن يحفظ التمثيل المكوناتي داخل الحكومة. هذه نقطة جدا مهمة. اليوم وإن كنا نتحدث ونمقت المحاصصة وما إلى ذلك، أنا لا أرى أنه المحاصصة فيها من المشاكل. قضية الأداء الوزاري هو اللي بمشكلة. يعني إذا كانت الوزارات هذه سنية وهذه شيعية وهذه كردية، هذا تمثيل مكوناتي داخل الحكومة. بس قل لي ما هو أداء الوزير اتجاه المهمة الملقاة على عاتقه. هذه النقطة المهمة والأهم بتقديري الشخصي، اللي ممكن أن يعني تكون انعطافة جديدة في التعاطي من قبل حكومة السوداني، أظن على أنها عازمة على المضي ب يعني تشريع قانون الأحزاب. نعم. هذا متى ما وصلنا إليه فعلا شرع داخل مجلس النواب يكون تمويل الأحزاب من الحكومة، وبالتالي نتخلص من التشبث بهذه الوزارة. طيب سيد عادل، ما تعود عليه على الأحزاب بالمنافع والأموال.